أولى فقراتنا زينب لليوم مع موضوع يمكن بتغيب أهميته عن الكثير مننا، لكن رغم أنه بيعتبر أمر منظم لحياتنا ابتداء من تنظيم كمية الأكسجين داخل جسمنا هو التنفس العميق وبالطريقة الصحيحة. أكيد حيكون عنوان محطتنا لليوم مع الاختصاصية النفسية هنادي السلاخ. صباح الخير هنادي، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير، يسعد صباحك وجمعة مباركة عليك. وجمعة مباركة على الجميع. أكيد خلينا نحكي بداية عن موضوعنا، نبلش بالتنفس العميق اللي بيغفل عنه الكتار. مثل ما تفضلتي وحكيتي موضوع جدا هام، ولكن هو مغيب عنا بحكم أنه نحن آلية مستمرة هي التنفس، ولكن التنفس الصحيح هو عبارة عن التنفس العميق والتنفس البطني. ليس المقصود بالتنفس البطني أنه نحن نتنفس عن طريق البطن، إنما هو التنفس الصدري العميق اللي يؤدي إلى ارتفاع الحجاب الحاجز ليضغط على عضلات البطن، فهي بتصير بحالة انتفاخ. كيف الشخص بده يعرف حاله أنه عم يتنفس صحيح؟ ففي طريقة أنه منحط يد فوق ويد تحت، ونحن منبلش ناخد نفس، بناخد نفس منلاحظ الصدر هو عم بيرتفع عند أغلبية الناس، فهون بيكون تنفسنا خاطئ. فعن طريق التدريب والتمرين بيصير نحن بيسترخي عضلات الصدر وبيبلش عضلات البطن انه هي اللي تتمدد، هيك بيكون نحن قدرنا نوسع الرئه لاكبر مساحه تقدر تسع الاكسجين، اللي هي استخدام الرئه بساعتها 100%، لانه غالبا الناس تستخدم فقط 70% من سعه الرئه. فالتنفس الصحيح هو التنفس البطني، التنفس العميق اللي له كثير فوائد هلا بنذكرها. عم نحكي عن فوائد تنظيم التنفس بطريقة صحيحة، ويمكن مثل ما تفضلتي حكيت كتير مننا ما بيعرف كيف ممكن نحن نستخدم الرئتين بشكل صحيح. بالإضافة لتنظيم دخول الأكسجين، شو هي الفوائد الثانية لتنظيم التنفس العميق؟ بداية خلينا نقول أنه التنفس هو عجلة الحياة. مجرد ما الإنسان توقف عن التنفس هو انقطعت الحياة عنه. الإنسان يستطيع أن يجلس بلا طعام بلا شراب بضعة أيام، ولكن بضع ثواني عن التنفس هون إحنا صار عنا مشكلة بالجسم. 55% من الأمراض تشخص هي نقص أكسجين. فالتنفس له فوائد على الجانب الصحي الجسدي العقلي النفسي والروحاني، فنحكي عنهم بشكل سريع. بالنسبة للجوانب الجسمية والفيزيولوجية والعضوية، التنفس العميق يؤدي إلى انخفاض عدد ضربات القلب، مما يؤدي إلى عمر أطول وشيخوخة متأخرة. كيف؟ لأنه الإنسان وقت يكون هو بحالات الخوف والتوتر والقلق، هذا بيعمل على تسريع عدد ضربات القلب. فلحنا عن طريق التنفس العميق اللي بيؤدي إلى الاسترخاء والهدوء النفسي، بنعمل تخفيض بعدد ضربات القلب، بيصير الجسم متزن ويتمتع بالهدوء. هون نحن خففنا استهلاك لضربات القلب. إضافة إلى التنفس العميق يؤدي إلى دخول كمية كبيرة من الأكسجين، وخلايا الجسم كلها تستخدم الأكسجين، فنحن بنعمل وفرة، وفرة الأكسجين بالجسم اللي بيؤدي إلى كتير نتائج. هي مفيدة للبشرة، مفيدة فرز الاندروفينات للجسم اللي بتؤدي الى افراز هرمونات السعاده، استرخاء الجسم، حتى تؤثر على الناحيه العقليه من ناحيه اتخاذ القرار. فالشخص المنفعل شخص لا يستطيع ان يتخذ قرار، فهو عن طريق التنفس نحن وقت ندرب الشخص كيف يتنفس دائما من قبل اتخاذ القرار، قبل الدخول لامتحان. بالنسبه للطلاب بضع من التنفس 5 دقائق مثلا قبل الامتحان كتير مفيد لهم. الشخص اللي عنده مقابلة عمل، مقابلة تلفزيون، مواجهة جمهور، كتير من المشاكل اللي الناس بتتعرض لها هي بتصير عندها بتزيد عندها نسبة القلق، ننصح بتمارين وتقنيات التنفس. نعم، خلينا نحكي لك عن هنادي، يمكن العالم كتير كمان بتسمعي بتقول معي ضيق نفس ضيق نفس، يمكن هي بحاجة أكثر للتنفس العميق أيضا وجلسات التنفس والتنفيذ. نحكي عن جلسات التنفس قديش مهمة. عن طريق جلسات التنفس والتنفس التحويلي بالذات نحن بنقدر نعرف وين الشخص يعاني من مشكلة التنفس. عن طريق المدرب بيشوف وين في احتباس وانكماش عن طريق التنفس. في ناس تنفسها سطحي، هي عاجزة عن تنزيل التنفس، فهون عن طريق عدة جلسات يستطيع الممارس والمتدرب انه هو يقدر يمارس التنفس بشكل طبيعي. كثير مفيدة بالنسبة للأشخاص اللي عندهم اضطرابات عاطفية، صدمات نفسية منسية،
طبعا نحن الصدمات النفسيه هي بتطلع التوتر تتراكم عن طريق عده انواع تنفس. حاذكر احدها يعني هي الكثير اللي احنا اللي بنستخدمه هو طريقه التنفس 478. يعني نحن بناخذ باربع عدات تنفس، بناخذ شهيق 1 2 3 4، بنحبس التنفس لسبع عدات، هيك بياخذ الجسم كل شيء اكسجين نحن عن طريق الزفير، وبنسفر عن طريق الفم بقوه 8 عدات. بداية يمكن يكون في صعوبة لحبس النفس وتطليعه ب8 عدات، بعدين نحن بنصير بنضاعف الكمية، بناخذ مثلا ب10 بننزل ب5، أو بناخذ ب5 بننزل ب10، كله على الطريق. بعد شهرين ثلاثة بيلاحظ المتدرب هو قديش صار عنده هذا التنفس عادي، مثل ما اكتسبنا عادة التنفس الخاطئ اللي احنا بعاداتنا السلوكية وبالتسارع وبالحياة المعاصرة السريعة أثرت على تنفسنا، صار تنفسنا السريع عن طريق التدريب نحن نرجع تنفسنا للحالة الفطرية. هنادي كتير كمان بنسمع بجلسات الرياضة وبالتمارين، وقت دائما بنكون بالصلاة الرياضية أنا بينصح كمان بالتنفس العميق وتنظيم التنفس بشكل أكبر، ويمكن زيادة هي النصائح بتكون أثناء التمارين الرياضية. ليش كمان هذا السبب موجود، وكيف ممكن نحن نأدي نستفيد من هي التمارين الرياضية عن طريق التنفس الصحيح؟ صحيح. عادة دروس الرياضة اللي تعتمد على الحركات النشطة هي تستخدم التنفس النشط، يعني نحن شهيق زفير شهيق زفير، ولكن مثل رياضات اليوغا رياضات اللي فيها نوع من التأمل، هون نحن من بداية الجلسة لنهايتها نعمل على عدة أنواع للتنفس. ممكن نعمل تنفس النشط، ممكن نعمل التنفس اللي عن طريق ضغط على البطن مع مثلا نخلي الشخص يتلفظ بأي شيء، مثل وقت يكون الشخص شاعر بالملل ولا الألم هو بيقول آه، فهو بلا شعور أخس عميق، فنحن بنخلي الآهات تتكرر أكثر من مرة، مثلا 10 مرات 20 مرة، فالشخص بيطلع هو صار عنده تفريغ انفعالي. وإضافة إلى إضافة الحركات الرياضية اللي احنا اللي بنعمل حركات ستريتشنج مع حبس تنفس، وعند إرخاء العضلة نعمل إرخاء عن طريق الزفير الطويل. هون نحن عطينا فائدتين، فائدة بالتنفس من الداخل وفائدة لعضلات الجسم من الخارج. هنادي مرق معنا كمان يمكن فرحة هل تعلم، فقرة هل تعلم، أنه بدنا 21 يوم لنتعود على شيء. هل صحيح. كمان أخذ النفس بده هذا الوقت ولا بده وقت أقصر ولا كيف؟ في تصحيح للمعلومة شوي جزئية، هو نحن دائما بنقول في عنا عادات صعبة صعبة التكون وعادات سهلة، فالعادات الصعبة اللي احنا تبرمجنا عليها زمن طويل هي تحتاج أقلها 66 يوم، النظريات الحديثة بتقول 66 يوم، ولكن في عادات البسيطة اللي بنقدر احنا تكون خفيفة وليست عادات يومية 21 يوم كحد أدنى ممكن احنا نتخلص من عادة وندخل عادة جديدة، وبنرجع بنحكي إذا كان في رغبة وإرادة طبعا لا خلق عادة جديدة. التنفس بياخذ هالوقت؟ بياخذ التنفس، يعني احنا دائما بعد شهرين او ثلاثة ببلش الشخص هو بيلاحظ كيف بلش جسمه هو يهدى ويشعر بالهدوء، وبعدين احنا الأثر الأخير اللي احنا بنحكي عليه فوائد التنفس العميق على الجانب الروحاني، فهو ببلش بيشعر بالسلام الداخلي وبيزيد عنده التأمل وفوائد التأمل والدخول بحالات الاسترخاء العميقة. نعم. كمان بالنسبة لتنظيم الأفكار والقرارات الصحيحة كمان يمكن مرتبطة بيقولوا بالذهن الصافي وبالجسم المرتاح، فقد ايه كمان التنفس بيساعد ان تكون قراراتنا دائما صائبة او قدر الامكان؟ شغلة كتير مهمة بدي احكيها بالنسبة للتنفس، التنفس هو فن العيش باللحظة. عند انا وقت راقب تنفسي هو الشيء الوحيد اللي انا عم بعيش باللحظة. إذا مثل ما هلأ بدنا نحكي نحن منلاحظ الأشخاص يا أما متعلقين بالماضي يا أما عم بيخططوا للمستقبل، فكتير نحن منقول له انسى، النسيان شغلة مو سهلة. كيف نحن بدنا نعلم الشخص أثناء اتخاذ القرار والصفاء الذهني إنه هو يتخذ قرار صحيح؟ نحن بنعمل تركيز على التنفس لدقيقتين أو ثلاثة، هو عاش باللحظة، عاش هنا والآن. ومن ثم من بعد هالدقيقتين ثلاثة وقت يجمع كل الشخص تفكيره وتركيزه ومشاعره باللحظة بنقله اتخذ قرار، ولكن إذا هو معلق بالماضي وعم بيخطط بالمستقبل قراراته كلها حتجي خاطئة، يا بناء على تجارب الماضي أو تجارب أو ما
يهدف إليه بالمستقبل، فالتخطيط لازم يكون آني وللمستقبل. يعني بنتمنى كل المشاهدين يكونوا استفادوا من المعلومات اللي اعطيتينا اياها، ودائما نقول لهم خذوا نفس عميق وبلشوا من تمام. جديد. اكيد. فشكرا كثير لوجودك معنا هنادي. اكيد شكرا لك هنادي، نتمنى هي النصائح كل العالم تاخذ فيها، ورح نبدا فيها انا وزناب ونشجع العالم، بعدين نقول لك شو النتائج الايجابيه اللي حصلنا عليها. شكرا لك. شكرا.